مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح لليوم الجمعة 17 شباط، وبحلقتنا اليوم اعتصام المتعاقدين والمتعاقدات بالتعليم الرسمي والخاص بساحة رياض الصلح، إضاءة على العشاء اللي صار للإعلان عن دورة جديدة من الميراكس دور وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن سيدة جاتسي أبي رميا من جمعية إنماء إهمج لنحكي معها عن نشاط الجمعية والسهرة اللي رح تستضيفها المنطقة بأرز إهمج، وأيضا اختصاصية التغذية ساندرا إسبر لنحكي معها عن الانتوليرنس أو عدم قدرة الجسم على هضم بعض المأكولات، شو العوارض وكيف كيفية العلاج. هذا ملخص عن الحلقة، وأستاذ حسان المصري معنا على الخط لنبدأ معه حلقتنا لليوم ونعرف أكثر عن أحوال تأس. صباح الخير. صباح النور. كيفك أستاذ حسان؟ الحمد لله. تفضل. اوكي، اجمالا نحن باجواء طقس مستقر بضل مسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من اليوم. نعم. هلا خلال النهار حنشهد ارتفاع تدريجي بدرجات الحراره. طبعا بالصبح شفنا حرارات متدنيه، يعني كان المين عندنا بمناطق ساحليه 6 درجات او 5 درجات. هالقد؟ اوكي. بالمناطق الجبليه 0. شوي أوكي. شوي بيدفى الطقس، اكيد مش دغري حنشوب يعني، بس انه على هالثلاث ايام عنا ارتفاع تدريجي بدرجات الحراره. كثير منيح. اوكي، يعني الويكند حلو. الويكند كثير حلو. واي متى رح توصل اكثر شيء درجات الحراره بالارتفاع؟ هلا نحن النشره عنا للاحد، كمان الاحد عنا ارتفاع اضافي بدرجات الحراره. اوكي، يعني بصير المين بنصير بنحكي من بيبدا ب 8 صباحا بيوصل لل 19 بالنهار. خي منيحة. اي مقبولة من بعد هالساعات. اكيد. اوكي، هلا اللي بده يتجه على الارز مثلا بالاحد يتاخر شوي، بتكون دفية الحرارة لانه عم تبدا من ناقص 6، ولانه عم بتكون كمان الطريق مجلدة صباحا يعني. كمان هيدي شغلة. اوكي، والاحتياط واجب كمان بالنسبة للجليد لانه اليوم وبكره في عنا جليد صباحا ومساء. نعم، خلينا بس ناخذ فكرة عن درجة الحرارة اليوم. اوكي، اليوم بالمناطق الساحلية من 6 ل 16، بالمناطق الجبلية من 0 ل 8. نعم. مناطق الأرز من ناقص 9 تحت الصفر ل 2، ومناطق الداخل بالبقاع من درجة ل 10 درجات. وإلى ارتفاع من هلا للأحد. وإلى ارتفاع وإلى الأرز دور كمان. ومن بعد الأحد كل حادث له حديث. صحيح. أوكي، شكرا لك أستاذ حسان، نتمنى لك ويكند حلو. مرحبا بيارات. صباح الخير جوال لك ولكل المشاهدين. شو عملت صحف بيروت لصباح اليوم؟ جولة بنبداها هلا. جولتنا لليوم بنبداها مع عناوين صحيفة النهار. تحذير أول، لبنان من عين ترامب. تكتل التغيير والإصلاح يتحدث عن بحث متقدم في مشروع الأكثري والنسبي. الجميل للنهار، متجهون إلى خيارات سيئة وسنطلق تحركا في الشارع. بيكاسو دار يحتفل بأجمل الملصقات الإعلانية، والصورة اللي عم نشوفها هي لوزير الإعلام ملحم رياشي وممثلي الشركات الإعلانية من بعد حفل توزيع الجوائز يلي تم امبارح. بالعناوين الأخرى بصحيفة النهار، إحباط في أستانا واتجاه إلى مشاركة وفدين للمعارضة في جنيف 4. تباينات أمريكية دولية حول أسس التسوية في المنطقة ومرجعياتها. ترامب يندد بعدم نزاهة الصحافة ويطلب التحقيق في تسريبات الاستخبارات. وضمن افتتاحية النهار لليوم بقلم مروان اسكندر العنوان، موازنة تضيق الخناق على الاقتصاد. وبعنوان أخير وضمن محليات، استراتيجية دفاعية تقرع مجددا. من صحيفة النهار مننتقل إلى عناوين صحيفة الحياة. واشنطن تنتقد هوسا بإدانة إسرائيل، هو كبيرة بين موقف الإدارة الأمريكية ودول أخرى في مجلس الأمن. الأمن السعودي يحطم 4 خلايا داعشية. عشرات القتلى في هجوم انتحاري في بغداد. لقاء براغماتي لتالسون ولافروف لا يبدد خلافات. الجبير يؤكد تطلع السعودية إلى العمل مع إدارة ترامب في قضايا المنطقة. اتهامات متبادلة بين دمشق والمعارضة في أستانا. وزراء أصدقاء سوريا يلتقون مع تالسون في بون اليوم، وجهاز دولي لمحاكمة مجرمي الحرب. ماضي الفضائح يطارد المضلل أرمسترونغ ويؤجج ذنوبه. متربصون جدد بالدراج الذي أمعن في السرقة والغش على مدى 15 عاما. وبعنوان أخير، ترامب يفتح فصلا جديدا في الصراع مع الاستخبارات.
من صحيفة الحياة بننتقل بجولتنا إلى عناوين صحيفة المستقبل، وبعناوين اليوم: واشنطن مع خيار الدولتين بكل تأكيد وتبحث عن بدائل، ترامب يقر بأن اتفاقا مع بوتين لن يلقي شعبية، الرئيس الأمريكي سيبدل أمر حظر السفر، سيارة مفخخة في بغداد توقع العشرات، الجبير نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية للتغلب على التحديات، هيئة دولية لمحاكمة جرائم حرب في سوريا. وكتب أسعد حيدر ضمن مقالة المستقبل لليوم: زيارة روحانية واحدة لا تكفي. جنيف ينتظر موقف ترامب وروسيا وسيط جديد. وختاما وبأخبار الرياضة: الرياضي إلى دبي ويواجه منتخب مصر افتتاحا. من صحيفة المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار، وبأبرز العناوين لليوم: التيار الحر يتحدث عن تقدم بقانون انتخابي يوازن بين الأكثري والنسبي، لقاء مع رئيس الجامعة الأمريكية بالذكرى 150 لتأسيسها، 123 قتيلا ضحايا داعش بالعراق وباكستان. ضمن مقالة رفيق خوري لليوم: غرائب ترامب وعجائبه تحت المجهر الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي يستبعد التعاون العسكري مع موسكو، الأمم المتحدة تشكل هيئة لمحاكمات بجرائم حرب ارتكبت في سوريا. وكتب المحلل السياسي لليوم: آخر الترجيحات، أيلول طرفه بالانتخابات مبلول وفق القانون المختلط. وختاما: واشنطن نؤيد حل الدولتين. من صحيفة الأنوار منتابع جولتنا معكم، وبعناوين صحيفة اللواء لليوم: مؤشرات سلبية تضغط على التهدئة والموازنة، واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان، ونصر الله يطالب إسرائيل بتفكيك مفاعل ديمونا، 34 قتيلا وعشرات الجرحى بقصف تركي على الباب، لا تقدم في أستانا، وروسيا تعهدت بوقف قصف المعارضة، السعودية تفكك 4 خلايا إرهابية لداعش، اجتماع العشرين، قضية حل الدولتين، والمخاوف بشأن سياسة ترامب تضغيان على المباحثات، مرسوم أمريكي جديد حول الهجرة الأسبوع المقبل، انتخابات اتحاد العائلات البيروتية على نار التوافق، وبعنوان أخير: 100 قتيل وجريح بتفجير لداعش في بغداد. من صحيفة اللواء جولتنا متابعة معكم، وبعناوين صحيفة البلد لليوم: 4 صيغ على الطاولة، ونصر الله مواقف عون تردع إسرائيل، جنوب بغداد يهتز دمويا وداعش يتبنى، روسيا لواشنطن حذاري عرض العضلات، مافيا المحارق تؤسس للبنان مسرطن والبلديات تهلل، الأساتذة المتعاقدون كفاكم وكفانا مماطلة بحقوقنا، وبعنوان أخير: افتتاحية أوبرالية لمهرجان البستان 2017. من صحيفة البلد نوصل إلى الصحف الأجنبية، ومع عناوين صحيفة ذا ديلي ستار لليوم: نصر الله، الحرب مع إسرائيل مستبعدة في 2017، وللمرة الأولى يهدد مفاعل ديمونا علناً، هيلي يصرح بأن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين، عمليات داعش تسفر عن مقتل 124 ضحية في العراق وباكستان. من ذا ديلي ستار منتابع جولتنا، وبترجمة إلى عناوين صحيفة لوريون لجور، وبأبرز العناوين لليوم: ركود في أستانا ولا تقدم جديد، مبادرة سياسية أو أزمة داخل الإدارة الفلسطينية عن استقالة منير المقتح، وبعنوان أخير: قانون الانتخاب، كوكتيل جديد قيد التحضير. من صحيفة لوريون لجور جولتنا متابعة معكم، ومنوصل إلى عناوين صحيفة الشرق، وبأبرز العناوين لليوم: عون لن أسمح للخارج بالتدخل في شؤون لبنان، هذه هي شبكة حزب الله في فنزويلا. وعم نشوف أذن هالملصق يلي نشرته فنزويلا ريد تيروريستا، وهي بتضم مجموعة من الإرهابيين المصنفين إرهابيين بفنزويلا. بالعناوين الأخرى: الكعكي لإقرار الكوتا النسائية، نصر الله يتوعد إسرائيل باستهداف مفاعل ديمونا، الحكم باختلاس أموال الإغاثة، 5 سنوات سجنا لبشير، 50 قتيل و200 مصاب بتفجير داعشي في باكستان،
السعودية تطيح 4 خلايا إرهابية، وبالعناوين الأخرى مفاعيل زيارة روحاني للكويت، الحريري يعيد أهالي العسكريين بالعمل لحل مأساتهم. من صحيفة الشرق إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط، وبعناوين اليوم الجبير متفائل بعد لقائه تيلرسون، الإدارة الأمريكية تعرض على موسكو تعاونا مشروطا، تفكيك 4 خلايا داعشية في السعودية، توقيف 18 بينهم يمنيان وسوداني تواصلوا مع التنظيم في سوريا، أستانا 2 ينتهي بوعود والمعارضة محبطة، النواة الصلبة تجتمع اليوم وتنتظر توضيحات واشنطن. ومن صحيفة الشرق الأوسط إلى عناوين صحيفة الجمهورية يلي معها رح نختم جولتنا على الصحف، وبأبرز العناوين لبنان يتخبط سياسيا وواشنطن تحذر أمنيا، أستانا مكانك راوح، والصورة اللي عم نشوفها إذن هي لجانب من مفاوضات أستانا يلي تمت امبارح. وبالعناوين الأخرى بيت المجانين، آخر الدواء تمديد 6 أشهر، ماذا تريد تحديدا 14 أذار، وبعنوان أخير بايرن في زيارة إلى برلين وجوفنتوس لتعزيز صدارته. وبيصر اليوم مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار جمعة ملحق إضاءات. جولتنا على صحف بيروت لليوم وصلت لختامها، منتوقف هلا مع بريك اعلاني ومن بعده جوله على ابرز المواعيد الفنيه والثقافيه، ضلكم معنا.